20 دقيقة مع الرئيس، برنامج يناقش إكراهات وإنجازات رؤساء جماعات حزب العدالة والتنمية، على إذاعتكم الرقمية بيجدي راديو رفقة محمد بن عبو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوع 20 دقيقة مع الرئيس. بعد الجدل الذي تابع انتخابات الرابع من شتنبر والمتعلق بالحزب الذي سيتمكن من الظفر برئاسة الجامعة الحضرية لتطوان، وبعد ما كثرت العديد من التأويلات والتوقعات حول إمكانية ترأسها من طرف رئيس مجلس النواب السيد رشيد طلبي العالمي في إطار تحالف مع أحزاب المعارضة، تمكن وكيل لائحة حزب المصباح من الاستمرار في مهمته التي شغلها منذ 6 سنوات على رأس الجامعة الحضرية بحصوله على 53 صوت، فيما سحب مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار ترشحه في آخر لحظة وحصل على أغلبية مريحة ب 38 مقعدا من بين 52 الذين يشكلون مجموع أعضاء المجلس. ضيفنا اليوم في برنامج 20 دقيقة مع الرئيس الدكتور محمد إيد عمر، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان. السيد الرئيس مرحبا بك. مرحبا سي محمد، ومرحبا للمستمعين الكرام لإذاعات راديو بي جي دي. نعم. اللي من طبيعة الحال كنتمنى له كامل التوفيق، وحنا جد مسرورين. نعم. بهذا المولود الجديد الذي سيعني الساحة الوطنية من حيث الإعلام ومن حيث تبادل المعلومات الأساسية، وخاصة في هذا المجال اللي مشيت فيه هذا البرنامج. نعم. ديال 20 دقيقة مع الرئيس. نعم، الشكر لي كذلك موصول السيد الرئيس. السيد الرئيس، جاء على لسانكم أنه يجب تجاوز أساليب تدبير الجماعي التقليدي المؤسس على الانتظارية وتصريف الأعمال اليومية للجماعة. في نظركم ما هي رؤية إيد عمر في تدبير الشأن المحلي من جديد بعد التجربة السابقة في نفس الجماعة؟ واش بالفعل تم كسب الرهان ديال التنمية في الولاية السابقة بعدها؟ في الحقيقة أنا كنقصد بعدم الانتظارية وعدم الانسياق للتدبير اليومي. نعم. الروتيني للجماعات. نعم. كنقصد به باللي الرئيس عنده صلاحيات حسب قانون تنظيمي 113-14. نعم. ودوك الصلاحيات اللي كنت معانو فيها هي صلاحيات تدبيرية اللي خاص الرئيس يكون عنده بعد استراتيجي. نعم. لملء تلك الصلاحيات. نعم. وبالتالي عنده صلاحيات في مجال التنمية، عنده صلاحيات في مجال الشراكات والتعاون، عنده صلاحيات في مجال التسويق للمدينة ديالو، عنده الصلاحيات كذلك، وعنده الراهنية صياغة برنامج عمل صحيح للجماعة ديالو بمثابة مخطط ديال 6 سنوات. وبالتالي هاد الرهانات ما يمكنش الرئيس يتعامل معها بالتعامل اليومي، يبقى يجي للجماعة يستقبل المواطنين، يستقبل الموظفين، يعطي عقود الازدياد، يعطي الشهادة للوفيات. نعم. ومن طبيعة الحال ويسبغ التروطوارات ويشعل الضوء ويطفي الضوء. لا، الجماعة كيخلص دوز لواحد المرحلة اللي تكون عبارة على قطب الراحة بالنسبة للتنمية. نعم. وتكون كذلك قطب الراحة بالنسبة للإشعاع والتسويق ديال المدينة أو ديال القرية اللي من طبيعة الحال مأسى عليها ديك الجماعة. نعم. سيد الرئيس، قبل ما نناقش يعني الإنجازات والإكراهات، واش ممكن تعرفوا على برنامج عمل الجماعة لسنة ما بين 2016-2021؟ برنامج عمل جماعة تطوان 2016-2021 هو واحد برنامج عمل طموح وعملي في نفس الوقت. نعم. وينبني على 4 المحاور الأساسية. المحور الأول هو أولا إتمام المشاريع اللي سطرناها في
المخطط الجماعي للتنمية 2011-2016، وبالتالي حنا كنشتغلوا في إنهاء هاد المشاريع والإنجاز ديالها والتنزيل ديالها على الأرض. المحور الثاني هو دمج المشاريع ديال البرنامج الاجتماعي المندمج ديال تطوان 2014-2018، اللي فيه مشاريع مهيكلة، مشاريع كبيرة من قبيل تهيئة الضفة في دود مارتيل، الطريق الدائري الحزام الأخضر، إعادة مخطط السير والجولان المدينة. ثم الهيكلة، واحد مجموعة المؤسسات اللي من طبيعة الحال اللي عندها علاقة بالوظيفة الجماعة تطوان. المحور الثالث هو اللي كان اللي بالنسبة لنا حنا كنعتبروه غيكون إضافات بالنسبة لبرنامج عمل الجماعة تطوان، وهو اللي فيه الاستكمال التشاور مع مختلف الفاعلين في المدينة، من جمعيات، من جمعيات المجتمع المدني، الفاعلين السياسيين، الفاعلين الاقتصاديين، باش نسطروا معهم الأولويات بالنسبة للمرحلة المقبلة للأفق 2021. ثم المحور الرابع متعلق بدمج البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاث المشكلة لأغلبية المجلس الجماعي لتطوان، اللي على رأسها برنامج الانتخابي للعدالة والتنمية، سواء في الخطوط العريضة ديالو الوطنية أو التفاصيل ديالو على المستوى المحلي. ثم برنامج حزب الاستقلال، وبرنامج الأصالة والمعاصرة، اللي هما الشركاء ديالنا في تدبير هذه المدينة. ننتقلوا سيد الرئيس للشق ديال الإكراهات، والسؤال هنايا هو حول أن البعض يقول أن الجماعة تعاني من لوبيات ضاغطة تؤثر على عملها، خصوصا كما سبق لك وأشرتي أن الأغلبية ديال اللي مشكلة الجماعة متعددة الألوان. يعني ما حقيقة هذا الكلام؟ غير أنا كيظهر لي هذا الكلام السي محمد، يمكن استنتجته من المقالات الصحفية، أكيد من الجرائد والمواقع الإلكترونية. أكيد، وحنا دابا أنت ضيف دابا عندنا هنا باش ترد على هذا نقدر نسميه ادعاءات، ولا ربما أنا نأكد لكم باللي بالنسبة لنا حنا داخل جماعة تطوان عندنا واحد الأغلبية مريحة، أولا من خلال الأحزاب الثلاث اللي انطلقنا بها. وحنا الحمد لله نشتغل بالانسجام وبالتوافق، والدليل هو ربما احنا ضمن المجالس القلائل اللي دوزت الامتحان توزيع التفويضات بكل سلاسة وبعيد على كل تشنجات. بالإضافة للأغلبية اللي انطلقنا بها مباشرة بعد الانتخابات الجماعية، احنا وسعنا الأغلبية ديالنا، نفاتحنا على الناس المعارضة، والتحقوا بينا واحد مجموعة المستشارين اللي دعمنا بهم الأغلبية ديالنا. باش نقول لك دابا باللي المجلس كيطلب في الأغلبية 29 عضو، حنا دابا نصوت ب 41 عضو، يعني أغلبية مريحة. حنا نشتغل بواحد القاعدة مريحة، صحيح، اللي فيها 49 عضو، والدليل ربما حنا ضمن الجماعات القلائل اللي إلى حد الآن درنا 6 الدورات ما بين العادية والاستثنائية، ومن المفروض نديرو غير 3 الدورات. إذا ما كاين العرقلة الأول، والأمور كتمشي وفي جميع الدورات كتنعقد في الساعة ديالها بالضبط.
وكنصوتوا على جميع النقاط الوارده في جدول الاعمال ضد الدوره ديالنا، وبالتالي احنا جد مرتاحين. نعم، ومن طبيعه الحال ولا نبالي بما ينشر في بعض الصحف اللي متخصصه في المتابعه لمدينه تطوان. نعم، ومنذ 2009 هذه الصحف راه ما غيرتش الخط ديالها، وحنا ما كننتظروش باش تغير الخط ديالها منذ 2009 وهي مقبلنا ومزيان مزيان. نعم، اذا سيد رئيس مخرج الحلقه يشير الى وجود فاصل، ناخذ فاصل ونعود نواصلوا الحوار ديالنا ان شاء الله. مرحبا مرحبا. إذن مستمعينا الكرام، نجدد التحية والترحاب بكل من التحق بنا اللحظة. للتذكير فقط، أنتم في الاستماع إلى إذاعة بي جي دي الإلكترونية، وبالضبط إلى برنامج 20 دقيقة مع الرئيس. وضيف الحلقة هو محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان. سيد الرئيس، مرحبا من جديد. مرحبا سي محمد، ومرحبا بمن التحق بالإذاعة الإلكترونية في جي دي. شكرا جزيلا. سيد الرئيس، ننتقلوا لموضوع آخر وربما كيشكل حجر العثرة بالنسبة للتنمية الاقتصادية لمجموعة من المدن المغربية، إن لم نقول يعني جميعها، وهو الباعة الجائلين والاقتصاد الغير منظم عموما. ما هي تدابير الجماعة بخصوص هذا الملف؟ تدابير جماعة تطوان بالنسبة لهذا الملف هو أولا الباعة الجائلين صحيح يشكلوا واحد الإشكال بالنسبة لتنظيم المدن ديالنا، ولكن مع الأسف التعامل معهم كيخصو يتم بشكل معقلان، الدمج ديالهم في التنمية المحلية، ويكونوا بدل يكونوا واحد العنصر المعرقل للمدن ديالنا، يكونوا عنصر قوة للتحريك لعجلة التنمية المحلية في المدن ديالنا. بالنسبة لمدينة تطوان، أنا نقول لكم احنا عندنا واحد المخطط. اللي كنسميه ماشي المحاربة ولكن الدمج، كذلك دمج الباعة الجائلين والتأثير ديالهم والاستيعاب ديالهم في الآخر في التجارة المحلية. وهذا بالتنسيق من طبيعة الحال مع السلطات المحلية، مع المندوبيات التجارة، مع الغرفة التجارة والصناعة والخدمات، مع الجمعيات هاد الباعة الجائلين في مختلف النقاط اللي كيتواجدوا فيها، باش نقول لكم وداخلين عندنا في واحد استراتيجية عامة للهيكلة الاقتصاد المحلي. اللي المؤشرات الاساسيه ديالو بالعجاله هو بناء جوج الاسواق الحضاريه اللي غتستوعب اكثر من 1800 تاجر. ثم بناء ست الاسواق القرب اللي غتستوعب الباعه الجائلين اللي كيتواجدوا في المراكز بعض الاحياء ولا في المحاور الرئيسيه بعض الأحياء. وصيانات تسعود الأسواق الحضارية اللي قديمة وقيمة متهالكة، وأثناء الصيانة ديالها من طبيعة الحال غناخذو بعين الاعتبار هاد الإشكال الباعة الجائلين اللي كيبيعوا في المحيط بهاد الأسواق. باش يتم الاستيعاب ديالها. لا نبالغ باللي الباعة الجائلين اللي باغيين ينتقلوا من الوضعية بائع جائل إلى بائع مستقر غاية يتوفروا له الفرص الكاملة باش يحصل على واحد الدكان ولا واحد المكان. اللي لا يقبيه ولا يقبيه تب الكرامة ديالو، لأن هاد الباعة الجائلين احنا كنقولوا غير منطقي وغير معقول يبقاو في الشمس، يبقاو في الشتاء، ويبقاو ملوحين في الشوارع باش يكسبوا القوت اليومي ديالهم. وفي ذات الإطار كذلك هذه العملية تنظيم التجارة المحلية والتنمية المحلية بصفة عامة والاقتصاد المحلي، الجماعة تطوان مقبلة الآن للشروع في واحد المركب
غذائي على شكل قطب غذائي نعم. حضري نعم. اللي فيه سوق الجملة للخضر والفواكه بالضعف السوق القائم حاليا نعم. واللي فيه المناظر الجماعية بالآخر بتجهيزات العصرية للتعاطي حديثة نعم لهاد المهنة كصناعة ماشي كصناعة تقليدية ولكن كصناعة عصرية نعم. ثم كذلك سوق الجملة للسمك وكنتوقع كذلك بهذا القطب الاقتصادي اللي غي نساليو في الإنجاز ديالو بعد سنتين عطينا التوقع للأشغال فيها سنتين غي يستوعب واحد المجموعة التجار سواء منهم اللي دابا بائعين جائزين نعم. او التجار اللي كيشتغلوا في المحيط هاد المرافق بشكل من طبيعه الحال اللي يخرجوا من هاد الوضعيه اللي كيعرقلوا بها تنظيم المدينه وكيخلقوا فيه واحد النوع العرقله السير والجولان نعم. داخل المدينه تطوان. واخا انتقلوا للموضوع اخر هو ازمه المياه الشرب اللي مؤخرا اصبحت كتخيم على مدينه تطوان بعد صدور نتائج كما يقال تحليل مخبري قام به مختبر اسباني بناء على طلب جمعيه المحامين الشباب تطوان كيقول ان عينات الماء لا تستوفي معايير الماء الصالح للشرب. شنو تعليقكم على هذا الامر؟ التعليق ديالنا بكل بساطه سي محمد هو احنا لا ننكر باللي اثناء التساقطات المطريه الاولى باللي كاين واحد الاشكال المياه بالنسبه للطيبه ديالها فيها الريحات الطين ولكن داك الشيء غيكون في واحد الحدود اسبوع 10 ايام. نعم. اما الان الماء داخل مدينة تطوان خاضع للمراقبة والمتابعة ويستجيب للمواصفات أولا الوطنية ثم المواصفات الدولية اللي حددتها المنظمة العالمية للصحة بالنسبة للمياه الشرب. نعم. وهذه المراقبة هي متعددة المصادر. احنا داخل الجماعة عندنا مختبر خاص بنا واللي كيقوم بالمراقبة جميع المواد الغذائية بما فيهم المياه الصالحة للشرب. نعم. وكاين كذلك المختبر ديال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكاين المختبر ديال الشركة. نعم. المكلفة بالتوزيع اللي هي أمن. أيه. وهاد المختبرات كيقوموا بالتحليل بشكل مستمر والجودة المياه ديالنا تستجيب للمعايير. كل ما هنالك كاين بعض الناس اللي باغيين يركبوا سياسيا على هذا الملف ولكن يبدو حاليا باللي هاد العملية تراجعت بشكل كبير لقيت باش رفعنا التحدي ومشينا لذاك الحي اللي كيقولوا فيه المشكل المياه وشربنا فيه وعمرت فيه الماء وديناه للمختبرات ديالنا من طبيعه الحال اللي دارت التحليلات ديالها وعطات نتائج ايجابيه. انا غير بالمناسبه سي محمد اذا سمحتوا تفضل كنضيف لهذه العمليه واحد المجموعه المشاريع اللي عندها علاقه بهذا الجانب الصحي وخاصة المركب الصحي لجماعة تطوان مقبلة إن شاء الله في الأشهر المقبلة باش يتم التجهيز ديالو نهاية الأشغال ديالو. نعم. وهذا المركب الصحي غيكون فيه المختبر الطب الشرعي وغيكون فيه كما قلنا المختبر لمراقبة المواد الغذائيه بمختلف الانواع ديالها وغيكون فيه كذلك المختبر المتابعه الامراض اللي من طبيعه الحال عندها علاقه بالمحيط. نعم. وسمينا ذاك القسم سميناه قسم صحه المحيط
نعم وفيها كذلك الثلاجة وغسالة الأموات المسلمين بواحد الشكل اللي لائق بهم وعصري. وهذا المركب من طبيعة الحال تنجز بشراكة مع وزارة الداخلية، وكنتمناو من طبيعة الحال ملي نفتحوا هذا المركب تكون الإمكانية باش نسجلوا شي نعم برنامج في مختلف واخا تفاصيل الخدمات اللي كيقدموا. واخا السيد الرئيس، نبقاو في هذا الجانب الاجتماعي، يعني واش من غير هذا الانجاز هذا، واش هل تعمل الجامعه على انشاء يعني مؤسسات اجتماعيه لفائده مثلا ذوي الاحتياجات الخاصه او الاشخاص في حاله معوزه الى غير ذلك؟ صحيح، حنا نعتذر باللي الجامعه ما خصهاش تكون يكون عندها تدبير مقاولاتي، نعم، ولكن تكون مقاولة اجتماعية كذلك، نعم، ويكون الهاجس ديالها هو تقديم الخدمات في واحد الجودة رفيعة ومراعاة الجانب الاجتماعي بشكل موازي لهذه الخدمات. وحنا أكيد مقبلين في الأشهر المقبلة إن شاء الله لفتح واحد مركز إيواء الأيتام، نعم، واللي من طبيعة الحال هاد الأيتام في التنسيق مع التعاون الوطني والتنسيق مع هيئة المجتمع المدني، نعم، بغينا نديرو شي حاجة ماشي ذاك الإيواء التقليدي اللي غير نشدو ذاك الأيتام ونزولهم من الزنقة يعني ونعتنيو بهم أكلان وشربان وكفى، ولكن بغينا هاد الأيتام يتلقوا واحد التربية اجتماعية نافعة، وبغيناهم تكون العناية بالدراسة ديالهم، وبغينا كذلك دار استراتيجية الدمج ديالهم في المجتمع باش يكونوا هما مستقلين برسهم ويبنيوا الأسر ديالهم بشكل مستقل. نعم نعم وهذا المركز البناية موجودة، احنا واقفين على مستوى التجهيز وعلى مستوى تنظيم التدبير والتسيير ديالو. نعم. مؤسسة ثانية اللي هي اجتماعية هو مركز إيواء المتشردين أثناء النزلات البردية. احنا استجابة للنداء اللي تلقتها وزارة الرعاية الاجتماعية كنواكبوا هذه العملية في كل شتوى، ولاحظنا باللي هذه العملية كيخص تكون فعلا واحد المكان اللي لائق بهاد الناس، لأن هاد الناس صحيح. ماشي حمق، نعم، ماشي حمق، هما عندهم واحد القناعة خاصة باغيين يكونوا أحرار، نعم، عندهم مشاكل ربما اجتماعية جروها من مختلف الوقائع الاجتماعية ديالهم، وبالتالي بنينا دابا واحد المركز بالشراكه مع الخواص، وبغينا يبقى تفتح هذا المركز من شهر واحد فاش كتكون درجه الحراره منخفضه الى شهر ربعه، وهاد الناس يجيو يلقاو الماء سخون، يلقاو الاكل سخون، يلقاو من طبيعه الحال الفراش باش يتغطاو، وملي تكون درجه الحراره كتسمح باش عاود يرجعوا للوضع ديالهم الطبيعي، لان هاد الصنف ما كيلقاو راحتهم الا في ذاك الوضع الزنقه، ما يمكن شي تشدهم وتسد عليهم داخل البنايات من طبيعه الحال اللي هي تحت المراقبه نعم. وتحت صرامات النظام ديالهم. نعم، شكرا شكرا لك السيد الرئيس على التواصل ديالك. مخرج الحلقة يشير إلى نهاية الوقت المخصص، والحوار يعني كان مازال طويل، كان مازال نتحدثوا في مجموعة ديال الأشياء. صحيح. نعم، شكرا لك. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كان معنا عبر الهاتف الدكتور محمد إيد عمر، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان. رافقني في إخراج هذه الحلقة كل من يوسف مسامح وإبراهيم مساعد. إلى موعد آخر وضيف جديد، أنقل لكم تحية فريق العمل وإلى اللقاء.